حظك وطوق لي الجماليه كلها. عمرك يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. احمد باشا الديب بذات نفسه وانا اقول الحته منوره كده ليش؟ اتحرك. طب بالراحه طيب. لا ما بالراحه. ينفع كده؟ نضيف يا باشا. فيه يا باشا؟ في حد هنا في الحته مزعلك ولا حاجه؟ ما حدش يقدر يزعلني. ما انا برضه بقول كده، اصل اللي زعلك يزعلني. فين داليا رحيم؟ مين؟ داليا مين يا باشا؟ هنلف وندور على بعض بقى ولا ايه؟ المفروض انا اللي اسال سيادتك السؤال ده. ماشي يا وحشه. فتش لي شقه شقه في الجماليه لحد ما تلاقيها. أمرك يا فندم. تعالى معايا. أنت كويس؟ بنفسك. منورين يا بشوات. شو البيت ده شقة؟ يلا! أسرع! مش موجودة يا فندم في العمارة. آخر مرة شفت فيها عزت كان امتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ تكون سيادتك تقصد أستاذ عزت العلالي بتاع السينما؟ هو بقاله فترة مختفي فعلا. إيه الخفة دي يا رحيم؟ أنا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع أمينة. أمينة. الله يرحمها بقى. أمينة كان معرفها كتير. تلاقيها كانت فعلا تعرف واحد اسمه عزت، بس أنا معرفوش. بلاش أي أثر يا فندم. والله يا اخي اول ما شفتك قلت اكيد مش هيلوح، بس معلش الرجاله عملت شغلها برضه. احمد باشا انت عارف كويس ان داليا بريئه. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايز داليا. انا وانت فاهمين بعض كويس، وانت عارف انا عايز ايه. مشكلتك احمد باشا انك مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. انسى؟ انا شغلتي ان رحيم بتاع 2011 ما يرجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول، جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك، بس انت بقى مصمم تنفذ اللي في دماغك. تهديد ده ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يهدد الحكومه. قول القوات تتحرك. لا تتحرك ايه يا باشا؟ طب والشاي؟ ولا واحد شاي سك عليه سكر زياده بسرعه. يلا يا خالد في ايه؟ تمام يا فندم. الشاي ده بقى هجيبك عندنا تشربه. ماشي يا وحش؟ ماشي. يلا. نورتونا يا باشوات. ايه الاخبار يا باشا؟ مالوهاش؟ شكرا يا باشا، شكرا لحضرتك. السلام. ايوه
اللي اتفقنا عليها نكمله. يلا. طب اهدي خدي نفسك. الحمد لله الحمد لله. انا شفت رجليهم خلاص، قلت البوليس هيمسكني. دي اكتر مره اخد فيها في حياتي. حقك عليا. داليا، انت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في التليفون؟ ايوه، انا كلمت عماد. ليه؟ ليه يا داليا؟ لأنه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكلة اللي أنا فيها. وعماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده ليه وأنت في السجن؟ التليفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس. ولو سمحت ما تعمليش حاجة تانية غير لما تقولي لي. أديك شفتي اللي حصل. أنا مش عايزة أدخل السجن تاني. ما تخافيش، طول ما أنت معايا البوليس مش هيقدر يوصلك. عارفة ليه؟ مفيش حد هيقدر يفهمه أكتر من مجرم قديم ورد سجون زيي.